اخواني اخواتي متابعي قناه الاخت ام فاز، حياكم الله. كنتواجدوا الان في طريق ام الزر، غادي نشوفوا واحد الشقه اللي كتواجد الطابق الاول. هذه هي الدخيله ديالها، الدخله كامله هي هذه، دخله مزيونه وممتازه. كاين العساس في الباب ديال الدخله. غادي نشوفوا هذا الطابق اللي هو الطابق الاول، وتشوفوا معايا هذه الشقه هذه اللي غادي نقول بسم الله وغادي نبداو في التصوير ديالها. المدخل هو هذا الرئيسي، كيف ما كتشوفوا معايا اخوتي هذه الدخله كامله بالخشب، جايه عاطيه واحد الجماليه للدخله ديال الباب. والرخام كيتبدا من داخل من المدخل ديال هذه العماره حتى الفوق. هادي هاد الاير بليس 3 كنت ديجا يعني صورت فيها برطمة في الطخوازيام، والان كنشاهدو واحد الشقة في الطابق الاول. كنجيو مباشرة كنلقاو لاسانسور، هو هذا وهي كاينة في الطابق الاول. نطلعو غير على رجلينا ندرج هما هادو خوتي اللي غادي نطلعو دابا مباشرة ليهم على بركة الله. هاد الجزيئة سميتها جزيئة جاد، اسمحوا لي جزيئة نقاز بطريق ام الزر. البطمة هي هادي اللي مفاصلينا اللي محلولة. كاينين كاتر في النيفو يعني ربعة ديال الجيران، وكاين لاسانسور جاي هنايا في الدخلة ديال الباب. وغادي ندخلو بسم الله، كندخلو خوتي مباشرة للطابق الأول. الطابق الاول اللي كتشوفوه معايا فيه صالون كبير وسيجور مفروقين غير بالقبس. المساحه ديالها 120 متر اللي كتواجد في التيدر. كيف ما قلت لكم الرخام بادئ من الدخله ديال الباب وكلهم طالعين هكذا الرخام. السبعه دايرها السيسيليه اللي هي الخيال، كيف ما كنقول دائما اللي دابا موجوده في السوق اي مقاول كيديرها. القبس داير ستيل بلدي رومي يعني خارج جديد يعني خفيف. لي سيبوت كاملين موجودين في السقوفة، بالإضافة للانستالاسيون ديال الانترنيت والكليماتيزور وكذلك ديال التلفازة. غادي نمشيو خوتي نشاهدو دابا البيوت تاع الكوزينة والحمام. سمحولنا كاينة شوية ديال الإضاءة ناقصة حيت الضوء ما فيهاش. هنايا كيتواجد حمام وطواليت ولافابو. هذا الحمام الاول اللي كيتواجد في قلب هذه الشقه هذه. وغنمشيو نشوفوا دابا البيوت والكوزينه. الكوزينه خوتي هي هذه، وبلا شك انني ذكرت الطابق الاول دائما الطابق الاول كيكون فيه لاكور. الكوزينه كيف ما كتشوفوها معايا اون كاسري، يعني فيها بلاكارات من تحت وكذلك بلاكارات من الفوق. بلاهوط ديالها يعني كيف ما كتشوفوا معايا الماركه ديالها. الكوزينيير حتى هي نفس الماركه، والفران حتى هو. الكوزينه خوتي فيها جليج، كاين سمحوا لي قبيله لكم لاكور. هذا بالكو الاطلاله ديالو على لاكور. ونمشيو نشوفو الكوزينه. هاد البالكو هذا راه فيه لاستالاسيون ديال الشوفو اللي جاي على برا يعني التهويه. فيها لانترفون كاميرا، لو كان الضو يعني غادي تزيد تبان اكثر فاكثر. البيوت جايين عاوتاني جهه وحده في صاله اخرى، جايه كاملين في قنت واحد. هذا البيت الاول اللي فيه بلاكار حتى هو عندو نفس الإطلالة على لاكور. البلاكارات خوتي مغلفين من الداخل، يعني الصندوق كامل مغلف، راه خشب هذاك ماشي بابي. وفيها بلاكار من الفوق نفس الصباغة اللي داير يعني في الصالون دايرها في الدار كاملة. هذا بيت النعاس ديال الوالدين اللي فيه حمام، كيف ما كتشوفوا دابا هذا البني جديد كامل كيديروا في قلب بيت النعاس الحمام، واللي عنده حتى هو سرج كبير ديال التهويه.
العديد من الناس اللي كتركز على هذا السراجم ديال الحمام، اللي تيقولوا لي يعني الحمام يكون فيه سرجم. بيت نعاس هو هذا، حتى هو عنده نفس البلاكار اللي شفتو في هذا البيت هذا، يعني من الداخل الخشب ممتاز. هذا البيوت اخوتي بالجليج، وهذا هو البيت الثالث. البيت الثالث حتى هو فيه بلاكار، يعني كيف ما شاهدتوا معايا البيوت كاملين بلاكارات ونفس الصباغه نفس الانستالاسيونيزا الدار كامله. داير السقوفه يعني في هذا اللون الابيض باش اي فراش كيجي مع هذا اللون هذا. والدار كامله كيف ما شفتوها عندها الاطلاله على لاكور. كيف ما شاهدتوا معايا اخوتي كيف ما قلت لكم في بدايه الفيديو انها فيها 120 متر في التيتر، فيها ثلاثه ديال البيوت جوج حمامات، وكذلك كاينه الكوزينه انكاستري اللي فيها كيف ما شفتوا كل ما كيخص. المساحه ديالها عاود ذكر انها 120 متر اللي كتواجد تيتر. هذه تجزئات مكياج طريق اموزان. اخواني الثمن ديالها هو 70 مليون قابله للنقاش، اللي بغى يجي يشوفها مرحبا مرحبا. اخوتي كنتمنى انكم تضغطوا على زر سابوني وزر الجرس ليصلكم الجديد. اخواني اخواتي حياكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.